والحاله اللي حنا كنعيشوها في هذا المنزل وانتم كتشوفوا كل شيء، الناس ساكنين في السطح، هذه الام ديالو يعني تجاوزت 90 في السنه ديالها، تصوروا معايا 4 ديال ليطاج باش هما يعني بغا يديها للتطبيب الا بغا يديها غير يعني تخرج غير تشم الهواء، شي المشاكل اللي كاينه، المعاناه، الفقر اللي كوش. احنا والدينا واخا ما عندناش ما عادش نحو، واخا ناكل اللي قسم الله اللي جاب الله، إلا كاع ما كاين ما ناكلش نقوم نشدو تنموتو معاهم بالشجوع. إلا ما عندناش ما نحوش والدينا، ما نحوش والدينا، وربي سبحانه وتعالى كاين نضرب ربي يحن علينا يحن على الجميع. راه حتى الطريقه باش كيتكلم بها راه بين الناس عفويين، ما كيعرفوش يهضروا، ما يعرفوش يتواصلوا مع الناس، ما كيعرفوا حتى، اقسم بالله هذا اللي قلتي لي خرج غير طلب ما يعرفش يطلب. حنا ملي شفنا هذه الحاله وكنقول لكم غير صدفه، حنا جينا غير على اساس القفه باش نساعدهم بواحد الحاجه اللي هي قليله جدا، وماشي نساعدهم الناس اللي كيعاونوا. تصوروا معايا الخير على انه مازال هاز نسيبته، يعني تصوروا معايا هذا الوفاء اللي كاين عند الراجل في المعاناه اللي كيعاني، وحنا كنشوفوا ناس اللي هما مسك عليهم الله وما يقدش ما يقبل حتى الام ديالو. يعني انا يعني علاش كنت رجع قلوب الخير، انا لقيت حاله واحد ما عندوش واز نسيبته، انا كنشوف التلفازه في اخبار وشنو هو، كنشوف ناس كيلوحوا والديهم. اخوه المشاهدين، كنشكروا اولا ناس ديال الصحافه صوت الشعب هبه بريس اللي دائما ملي كنتصلوا بهم كيجيو كيوقفوا معنا في جميع الحالات. انا كنتكلم على مستوى الحي محمدي عين السبع. الحاله اللي غادي نشوفوا اليوم يعني جاءت صدفه نوعا ما، بحكم انني كنقوم بالمجهودات ديالكم طبيعه الحال، بالناس ديال المحسنين، بالمساعدات اللي كاينه على مستوى درب الفوارات الحي محمدي عين السبع، كنقوموا بمساعده الناس عن طريق القفه في الظرفيه الخاصه اللي فيها هذا الفيروس اللي ضرب العالم كله والتاثيرات اللي كاينه في العالم كله. الناس الان ما كتقدرش تخرج، كاين الحجر الصحي، كنحاولوا نوفروا القفه في الناس في الساكنه اللي على مستوى الحي محمدي عين السبع، باش اولا يبقاو في الحجر الصحي، ثانيا نساعدهم في الظرفيه اللي ولا صعيب انه يكون الكسب، خصوصا الناس اللي عندهم القوت اليومي. انا صادفتني واحد الحاله خاصه، جيت على اساس غير قفه، كما كنقول حنا بالدارجه غنحاول نضرب الدارجه باش يوصل صوتي لكل شيء، غير باش نوصل لهم قفه. ساكنين قرابينا في الفوارات حي محمدي، قلنا غادي نمشيو نتعاونوا معاهم، كاين واحد السيد هنا شويه كبير ومعاه نسيبه ديالو والام ديالو وعندهم واحد البنيه صغيره، لكن لقيت واحد المشكل كبير. اولا نسيبه ديالو والام ديالو هويا طاعنين في السن، يعني ناس كبار بزاف وعندهم احتياجات خاصه، خاصهم ليكوش والصحه ديالهم ما مساعداش. السيد توا كذلك ما قدش يخدم وتا هو السن ديالو كبير، والزوجه ديالو ابن صغيره. لقيت واحد الحرته، واحد الحاله يرثى لها، وبغينا المساعده واتصلنا بالناس وجاو متطوعين باش يوصلوا الصوت ديال السيد ويشوفوا الحاله على وعسى على مستوى الحي المحمدي، على مستوى الدار البيضاء، على مستوى العالم كامل. اي واحد شاف هذه الحاله ممكن يقدم اي مساعده، وهذه الحاله ما عندهاش علاقه بالفيروس وما عندهاش واحد يعني واحد المده اللي غادي تدوز وغادي تسالي، بالعكس هذه الحاله هي حاله خاصه وخاصه الدوام وخاصه مساعده دائمه، لان الظروف اللي كيعيشوا هاد الناس هي ظروف خاصه. الناس كيعيشوا في السطح ديال العماره، وهذا كنظن الطاج الرابع، والدروج الله اللي كنعلم بها، حنايا باقيين شباب وما قدرناش نطلعوا في الدروج. اذا تصوروا معي الا كان المرا، تصوروا معي الناس اللي بغاو يخرجوا، تصور معي غير التقاديه بوحدها عندهم فيها مشكل. انا كنادي الشباب ديال منطقه الحي المحمدي، كنادي الشباب ديال الدار البيضاء، جميع الناس اللي ممكن انهم يساعدوا بالقليل والكثير انهم يوقفوا مع هذه الاسره باش يساعدوا على انها تجاوز هذه المحنه في الظرفيه الخاصه ديال الفيروس، وكذلك من وراء الفيروس، لان فعلا واحد الحاله اللي هي خاصه وغتشوفوها الان بالعين المجرده بالعدسه ديال الصحافه ديالنا اللي ديما كتساندنا وديما كتحضر في الظروف الخاصه باش كتعاون العائلات وصوت الشعب اللي كتعاون الناس اللي معوزين. حنا دابا غادي تشوفوا هذه الحاله، والله يجزيكم بخير، هذا نداء حنا الجهد ديالنا كنديروه، حنا راه ما نفوتوهمش، راه حنا كولاد الدرب حنا خدام مع هاد الناس، ولكن راه كما الدوام هو اللي واعر، راه الدوام هو اللي واعر. حنا الا كنا نوفروا نهار يوم سيمانه شهر شهرين، راه هاد الناس كيعانيو في صمت، وناس اقسم بالله حتى المعاناه ديالهم قويه بزاف، ناس راه واصله لواحد الدرجه وسادين عليهم بابهم وما كترجوا الا الله سبحانه وتعالى والمحسنين انهم يوقفوا معاهم. انا نخليكم مع الحاله ومع الابن ديال هاد السيده ونسيبه ديالو، غادي تشوفوا لعينيكم، والحاله اللي غادي تشوفوا كذلك اللي كاينه في البيت المجاور هنايا، وانتم غادي تحكموا اي واحد كنترجع لانه يساعدنا، وشكرا جزيلا لكم. ليكم الوالدين الله يجزيكم بخير، هاني تاخرت بزاف، كرد 18000 ريال كنا نرفع في التقاعد 24000 ريال، 18 كيدي هذيك راه 4000 5000 كيدي الموضوع، بقيت هنا بلا ما ناكل والو، الله يكرم، نسيبها امي،
ما عندي ما ناكل، تقهرت بزاف وساكن في السطاح، ساكن في السطاح عندي 7 جوان، المولى الدار هي اللي كتمشي كتسوس العيالات، دابا تيح ركبها ما بقاش كتنوض حتى هي مسكره، هي كتشوف فيها، هي كتشوف فيها حتى هي. انا عندي 70 عام ما عندي ما ناكل، ما عندي ما نسير، ما عندي والو، لا اله الا الله. الله يجزيكم يكون بخير، اللي شاف بعينه يحن في قلبه. ها الوراق ديال التقاعد، ها الوراق ديالك راه كتشوف، كتشوفوا راه كنخلص الماء والضو ونخلص الكره وما عندي ما ناكل. لا اله الا محمد رسول الله، الله يجزيكم يكون بخير. ها ولاد الخير، ها الجواد، ها المحسنين، راني تخيرت. لا اله الا محمد سيدي رسول الله، الله يجزيكم يكون بخير. راه الوقت تشوفي الوقت عندي الوالده ما عندها ما اللي يهزها ولا اللي يحطها، كاين عندي باش ما كانت ندار معاهم. نسيبها 16 عام هادو هي عندي، تقسمت هي وراجلها، جرى على راجلها من البلاد وجات سكنت مع بنتها. امي ما كان لي قابليها في البلاد، راه هي 16 عام ولا 17 عام وهي عندي هنا. لا اله الا محمد رسول الله، نطلب ربي يقبل لنا هاد الاعمال، غير باش عايشين القدره ديال سيدي ربي باش عايشين. والجوجه كتمشي تسوس العيالات، كتجيب لنا ديك البركه باش كناكل، باش كنشتريو لهم لي كوش، وما عندنا ما نسيرو، ما عندنا ما. لا اله الا محمد رسول الله، الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. وقرونا الدروج، انا السحنج عندي ورد السكر، الورق ديال السكر كل شيء، كنمشي السكر حتى 4 غرام 5 غرام. والجوجه درها ركابه، كانت هي اللي كتمشي تجيب لنا ما ناكل، ما نسيرو، ما سمع حتى هي مسكينه، هي اللي كتشوفوا فيها. لا اله الا. انا غا خدامه، راه دابا الصحايات ما قداش نخدم، مازال ما قداش ندير حتى حاجه، راه عندي امي باش ما كان، راه غنهزها واخا ما عنديش الصحه، غندار باش ما كان. ترحم ليكم الوالدين. هو الناس اللي راه ساكن عندنا مسكين، وساكن عندنا انا قديم شويه، وعارفوا الحاله ضعيفه بكل صراحه، ما عندوش مسكين والو. وشكرا لهذا السيد هذا، راه الله يجازيه بخير، راه مشيت عنده، راه ما عنده لا جمعيه لا والو، هذا الشيء هذا راه من عنده. انا راه بصراحه راه كنقولوها، ما صراحة راه كاينة الجمعيات هنايا كيعاونوا وحدين اخرين. السيد هذا جيت لقيته مسكين، جيت طلبت قلت له الله يرحم لك الوالدين، راه واحد السيد ساكن عندنا في الدار الحالة يرثى لها، انتم اخويا غتشوفوا على عينكم، وما قصرش لينا، جاب لهم داك الشيء اللي قسم الله باللي جا. هو بصراحة كنقولوا حنا داخ شاف هذه المرأة هي غتمشيو تشوفوها هنايا ضاربة 90 عام، وهذيك راه مات هذيك السيدة اللي درتوا معها استجواب، وهذا راه أمه، وتوا مسكين الحالة راه ضعيفة وعنده السكر. والله يرحم لكم الوالدين اخويا، والله يجازيكم بخير. لا كريم واحد الدري خويا في برا، وكانوا بنو بلي قدر المستطاع، الانسان راه كيعاون قدر المستطاع، هادشي اللي كاين اخويا، الانسان كيعاون قدر المستطاع. انتم الله يجزيكم بخير، الله يطول لكم عمركم، الله يخليكم لينا باللي لبيتوا هذا النداء هذا. تتم اللي تكلمنا عليه، والحاله اللي حنا كنعيشوها في هذا المنزل، وانتم كتشوفوا كل شيء، الناس ساكنين في السطاح. هذه الام ديالو يعني تجاوزت 90 في السنه ديالها، تصوروا معايا 4 ديال ليطاج، باش هما يعني بغى يديها للتطبيب، الا بغى يديها غير يعني تخرج غير تشم الهواء، شي المشاكل اللي كاينه، المعاناه، الفقر، ليكوش، الادويه، يعني ناس كيعانيوا بامراض مزمنه. فهاد الشيء كتشوفوه على عينيكم، حنا كنوصلوه لكم، رغم ان بزاف ديال الانتقادات والمشاكل ديال هاد التصوير، ولكن راه هاد الحالات راه فعلا راها محتاجه المساعده ديالكم. الا ما وصلناش حنا هاد الصوت، الا ما وصلناش حنا هاد الحالات، شكون غادي يساعد هاد الناس؟ راه الساكنه كتساعد على قد المستطاع. كنتم كتعرفوا المنطقه ديال الحي المحمدي عين السبع كيفاش دايره، حنا راه كنترجوا في الله وكنترجوا في الناس المحسنين انهم يتبعوا هذه الحاله. الله يجزيكم بخير، انتم كتشوفوا كل شيء على عينكم، الحاله راها صعيبه جدا. الناس عندهم مشكل ديال الفقر، عندهم مشكل ديال الصحه، عندهم مشكل ديال الكبار في السن، يعني تصور معايا في حاله وحده تجمعوا اكثر من 4 ولا 5 ديال الافات اللي هما صعيبه جدا. وما قدش واحد السيد اللي هو كيتجاوز السن ديالو 70 سنه على انه يتابع هذه الحالات. تصوروا معايا الخير على انه مازال هاز نسيبته، يعني تصوروا معايا هذا الوفاء اللي كاين عند هذا الراجل في المعاناه اللي كيعاني. وحنا كنشوفوا ناس اللي هما مسك عليهم الله وما قدش ما يقبل حتى الام ديالو. يعني انا يعني علاش كنترجى قلوب الخير، انا لقيت حاله واحد ما عندوش وهاز نسيبته. انا كنشوف التلفازه في اخبار وشنو هو، كنشوف ناس كيلوحوا والديهم، هذا ما عندوش فعلا والله ما عنده ما ياكل. والناس راه كيعرفوا على مستوى الحي محمد عين السبع، راه ملي كنقول انا شي كلام راه فعلا صادق، انسان ما عندوش وفيه 70 سنه واخا يبغي يخدم، يعني حتى داك المشكل ديال نقولوا نديروا ليه مشروع او انه يقلب على راسه ما عندوش القدره. راه حتى الطريقه باش كيتكلم بها راه بين الناس عفويين، ما كيعرفوش يهضروا، ما يعرفوش يتواصلوا مع الناس، ما كيعرفوا حتى. اقسم بالله هذا اللي قلتي لي خرج غير طلب، ما يعرفش يطلب،
حنا ملي شفنا هذه الحاله وكنقول لكم غير صدفه، حنا جينا غير على اساس القفه باش نساعدهم بواحد الحاجه اللي هي قليله جدا، وماشي نساعدهم الناس اللي كيعاونوا. حنا كنوجهوا الناس كنقول لهم في هذه الظرفيه اللي خاصه عاون جارك عاون اللي قريب لك، ولكن ملي لقينا هذه الحاله كنتوجهوا لكم قرب الخير، الله يجزيكم بخير. انا عارف الظرفيه ما ساعداش وعارف الناس عندهم حجر صحي وما يقدروش يخرجوا، ولكن باي وسيله باي طريقه قدو تساعدوا هذه الساكنه الله يجزيكم بخير. انتم كتشوفوا نسيبته الام ديالو، الزوجه ديالو كذلك هي كبيره في السن، الابنه مازال صغيره. واش غادي نقول لكم، هذه الحاله راه يعجز اللسان على التعبير عليها. كاين الكراء، كاين التقضيه، كاين المساعده، حنا كولاد درب ممكن نوفروا لهم شي حوايج نقدوا عليهم على حسب الامكانيات ديالنا، ولكن راه الدوام هو اللي صعيب. الله يجزيكم بخير، حاولوا تساعدوا هاد الناس الله يجزيكم بخير. وكنشكركم، كنشكر الصحافه اللي جات عندنا، شكرا.